واهلا وسهلا بالشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. وبهذا المقطع الشباب راح نشوف كيف نحصل على جميع اقنعه ملاذ. وقبل ما نروح يا شباب المقطع، لا تنسوا تعطونا اشتراك في القناه، لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات او جلتشات. خلينا نروح على طول. هسه شباب عشان تقدر تحصل على جميع اقنعه ملاذ اللي هي الاقنعه، في عندنا مجموعه الامور لازم تعملها. هسه كل قناع له تحدي خاص عشان تقدر تحصل عليه، هذا اولا. وثانيا كل قناع عشان تقدر تاخذه لازم يكون معك ريش. كيف تقدر تحصل على هذا الريش؟ كل اللي عليك انك تقوم بفتح الصناديق، ما بيعرف الصناديق هي نفسها ما غيرها اللي بيفتح فيها الاسلحه. كل اللي عليك انك تقوم بفتح هاي الصناديق وراح يصير يعطيك ريش. اللي بيتذكر السيزون الماضي بالشابتر الثاني اخر سيزون كان بس اخذنا سكين سمكه التونه، اللي بيتذكر كان فيه بس تيجي تفتح الصناديق يعطيك لون، هسه لا، بس يفتح الصندوق راح يعطيك ريش. كل ما تحوش ريش او تجمع ريش روح افتح مثلا التحدي الخاص فيه. مثلا هسه هون عندنا مثلا اول تحدي اللي هو بيحكي لك، خليك بس عليه، لو استهلك انواعا مختلفه من عناصر التغذيه، مثل ما انت شايف قدامك استهلك انواع مختلفه من عناصر التغذيه وبده 10 ريش. بعد ما تجمع 10 ريش بتروح بتجيب استهلك انواع مختلفه من عناصر التغذيه، مثلا شو اللي عناصر التغذيه اللي هي تفاح، موز، ذره، ملفوف الى اخره. بس عليك انك تاخذ 3 انواع مختلفه وتيجي عليها ويكون معك 10 ريش، تقدر تحصل على هذا شو اسمه هو؟ القناع، نسيته. المهم كل عليك انا هسه بهذا المقطع اكيد ما راح اقدر اعمل لك اياه بنفس المقطع كامل لانه راح يكون طويل جدا. هسه انا كل تحدي راح اسوي لك اياه بفيديو مستقل مع اسم القناع، مثلا ملاذ قطع عادل للحياه، اصطاد سمكه الى اخره، زي هيك. انا هسه كل ان شاء الله كل سكن او كل سكن كل شخصية أو كل إشي تنزل راح أعمل لك عليها، أو كل قناع راح أعمل لك تحديها الخاص فيها وأنزل لك إياها عشان تعمله بسهولة. وبس شباب هذا كان عندي المقطع لليوم، ولا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لكن مقطع وفعل الجرس. أشوفكم فيديو مقطع جديد، مع السلامة، بيس.